but we'll never know, cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello everyone. Welcome you again in the second chapter, which it talks about distinctive features, and we'll deal with why is it important to know about distinctive features and also the classification of distinctive features, as you see here. طبعا قبل ما نبدأ بالdistinctive features يقول لك هنا انه في بعض الاساسيات اللي لازم ترجعين لها في علم الصوتيات. هذه الاساسيات ايش هي؟ اللي هي الفوناريك features. لأن الفوناريك features اللي هي ال voicing وال place of articulation وال manner of articulation يتشعب منها ال distinctive features. أوكي؟ فضروري إنك تعرفين الأساسيات قبل ما تدخلين في التفاصيل. طبعا هنا أول paragraph مختصر لك الكلام كله، أو زي ما تقولين معطيك فكرة أو تمهيد عن هذه ال features. أوكي؟ قبل ما تأخذين ال distinctive features. طبعا هو جايبها لك بطريقة موجزة أو بطريقة مختصرة، ولكن أنا صراحة يهمني أني أشرح لكم يعني بالتفصيل. ليه؟ لأنه يعني حاطة في بالي أنه أكيد في بنات مش متأسسين كويس في علم الصوتيات، أو يعني يحصل أنه قد نسيته، صح ولا لا؟ فحابة الآن أني أرجع لكم يعني أرجعكم شوية لعلم الصوتيات. طبعا مثل اول ما تكلمت لكم اول في اول chapter اللي كانت اول محاضره the differences between phonetics and phonology اللي هو الفرق بين العلمين، وقلت لكم انه الفونيك تدرس كل فونيم وايش خصائصه، صح ولا لا؟ فضروري الان ان نرجع الى كل فونيم وايش خصائصه. طبعا انا هنا مجهزت لكم الفوكال تراكت. اوكي، الفوكال تراكت اللي هو النظام الصوتي، لان كثير راح نحتاجه. وطبعا تقدرين تطبعين الفوكال تراكت وكمان المحاضرات اللي انا مسويتها للديستينكتيف فيتشرز، او هذا التشابتر اللي هي هذه. طبعا انا مسويتها بطريقه ملونه، بطريقه فيها دايجرامز لايك هير. اوكي، وكمان فيها كمان البوينتس. اوكي، نقاط معينه، لانه في الكتاب جايبها لك از ا باراجراف، يعني زي الباراجراف النقاط ورا بعض، ويعني زي ما تقولين شيء يشتتك صراحة. فحاولت قد ما أقدر أني أشتغل على distinctive features، وصراحة أخذ مني وقت كتابة المحاضرات. وطبعا تقدرين تستغنين عن الشابتر في الملزمة تماما، يعني تقدرين تأخذين بس المحاضرات هذه، وراح أشرح كمان distinctive features من المحاضرات اللي أنا كاتبتها، لأنها أسهل وأبسط لنا من الكتاب. طيب نرجع شوية للأساسيات اللي موجودة عندنا في علم الصوتيات. طبعا هنا أنا جمعت لك الكونسوننس، يعني كل صوت بوصفة على حسب هل إذا كان voice أو voiceless، voiced أو voiceless، أو إذا كان يعني أو خلينا نقول إيش الأورغنز اللي هذا الصوت ممكن يعني تستخدمينها عشان تنطقين هذا الصوت، وكمان المانر اوف ارتكوليشن، طبعا راح نتعرف عليها ان ديتيلز. وكمان عندك الفاولز او سوري فاول ساوندز، هنا احذفي الاس اوكي لانه فاول هنا اتت كصفه، سو فاول ساوندز، واللي هو طبعا لازم ضروري انك تحفظين الانترناشونال دايجرام هذا حق الفاول ساوندز، لانه راح يختصر لك كثير ويساعدك في الديستينكتيف فيتشرز. بعد كذا عندك اللي هي الديفثونجز والتريفثونجز، ضروري ناخذ عنها فكره لانها برضو راح تنفعنا في المنهج كامل، يعني راح تنفعنا في الستريس، في السيلبل، في حتى في الديستينكتيف فيتشرز، يعني ضروري تاخذين عنها فكره. طيب خلونا نبدا الان بال الكونسوننت ساوندز، اوكي، ونتكلم عنها بالتفصيل شويه على البليس اوف ارتكوليشن، يعني كل بليس اوف ارتكوليشن ايش هو، اوكي، وايش ممكن انه فخلونا
خلونا نرجع الآن إلى الكونسوننت ساوند. طبعا الكونسوننت ساوندز يا دين الله يعني حتى هنا احذفوا الاس اوكي تصير كونسوننت ساوندز. طبعا عندك هنا كل ساوند وايش يقابله مثل ما قلت لكم. فنرجع الآن ونشرح بالتفصيل عن البليس اف اتوكش. مثلا ايش هو البليبيل، ايش هي اصوات البليبيل، ايش اصوات اللابيودنتال، ايش كمان نقصد بالستوب، ايش كمان نقصد بالفريكتيف something like that. طيب نأتي الآن بالنسبة لأصوات البليبيل. لما أقول لك بليبيل يعني هذا الصوت استخدم the two lips أوكي يعني استخدمتي. طبعا أول شيء لما أقول لك place of articulation إيش يعني؟ يعني إيش ال speech organs، إيش الأعضاء اللي أنا استخدمتها أوكي. طيب بليبيل يعني إني استخدمت كلا الشفتين عندما نطقت هذه الأصوات اللي هي الفه والبا والما والوا. اللابيودنتال لاحظي انه اللابيو ماخوذه من يعني تحسينها قريبه شويه من البليبيل، وكمان الدنتال يعني راجعه شويه للاسنان. فبالتالي اللابيودنتال هذا الاسم جاني من حكايه انه استخدم الشفه السفليه مع الاسنان العلويه اوكي. يعني مثلا انطقي ف، لاحظي كيف تنطقين هذا الصوت. بالنسبة للدنتل، الدنتل اللي هي الأصوات اللي تستخدمين معاها الأسنان، مثل عندك الثا أو الذا. الألفيلر اللي هي الأصوات اللي تنطقينها باستخدام الألفيلر ريدج. طيب إيش هو الألفيلر ريدج؟ نرجع شوية هنا للفوكال تراكتس أوكي. لاحظي إنه الهارد بالت هنا له أجزاء. الجزء الأول اللي هو الألفيلر ريدج اللي هو هنا. فالأصوات اللي أنطقها باستخدام الألفيلر ريدج أوكي أسميها على طول ألفيلر أوكي. مثل عندك صوت التا أوكي أو الدا. بعد كذا البالاتال اللي هي الأصوات اللي لما تنطقينها وضعية اللسان تكون في النص يعني تحت الهارد بالات على طول. طبعا الهارد بالات اللي هو أعلى نطقة أعلى نقطة في البالات اوكي. ومنها مثلا الاتش والاج. عندك بعد كذا الفيلر اللي هي الاصوات اللي ننطقها من هذا من هذه المنطقه اوكي، اللي هو من اخر الفم واخر جزء كمان في الهارد بالت اللي هو الفيلم، اللي هي في علماء يسمونه السوفت بالت اوكي. الفيلم ماخوذ منه يعني اسم الفيلر اوكي. طبعا منها مثلا الكا والقه. بعد كذا عندك صوت الجلارل. طبعا صوت الجلارل اللي هو ماخوذ من كلمه الجلاريس. طبعا ايش هي الجلاريس؟ اللي هو the space between vocal اللي هو المسافه اللي تكون بين الفوكال كوردز او الفوكال فولز اوكي. هذه المسافه اللي هنا نسميها جلاريس. فمن الاصوات اللي تمر من هنا من المسافه حقت الجلاريس اللي هو الهاء. Only we have one sound in English ممكن أن ننطقه من خلال هذه المسافة okay. يعني الـ vocal cords تكون بعيدة جدا، يعني ما عندي بس إلا مسافة الجلاريس okay. آخر حاجة عندي صوت الراء. طبعا صوت الراء اختلف، وفي ناس يسمونه palate alveolar أو alveo palate، وفي ناس يسمونه alveolar على طول okay. بعد كده عندك المانر اذ ارتكوليشن. عندك الستوب اللي هي الاصوات اللي تحسين انه الهواء لما تنطقينها يوقف شويه اوكي. مثل ايه؟ مثل عندك صوت مثلا الت او الد. لاحظي لما تنطقينها تحسين توقفين شويه بعدين يعني تنطلقين في نطق هذا الصوت. اما بالنسبه للنيزل اللي هي الاصوات اللي تنطقينها من الانف. الجلايد اللي هي الاصوات اللي تحسين انه the motion of the tongue اللي هي حركه اللسان تحسين انها زي ما تقولين تتزحلق اوكي زي الوا او اليا. اما الفريكتيف اللي هي الاصوات اللي تحسينها احتكاكيه. عندك بعد كذا الاصوات او صوت اللاترال او نسميه ليكويد كمان هو صوت اللا. في ناس يسمونه لاترال، في ناس يسمونه ليكويد اوكي. طبعا هنا اذا تذكرين لما تكلمنا عن النيوتراليزيشن اللي هو توزيع النيوتراليزيشن في اول تشابتر، وقلنا انه لما التاء يقع بين تو فاولز ايش راح يصير للتاء هنا؟ انه يقلب الى راء. وطبعا هذا فقط في الامريكان اكسنت. لاحظي انا كيف نطقت لك؟ قلت لك lateral اوكي. او ممكن تقدرين تنطقينه lateral if you are speaking as British اوكي. بعد كذا عندك اي تقريبا يعني شرحناها كامله. اخر حاجه عندك الليكويد واضحه اللي هي فقط الرا والا
أصوات الراء ولا. طيب يقول لك هنا إنه هذه الفيتشرز اللي هي place of articulation والmanner of articulation وكمان الفويس ساعدتني في إيش؟ في إني to classify phonemes into natural classes. لما تكلمنا أول في الشابتر الأول عن natural classes إيش قلنا فيها؟ قلنا إنه natural classes عبارة عن group of sounds أصوات تتشارك لي في two features يعني في خاصيتين أو أكثر. فنسميها natural classes. طيب natural classes هذه فادتني في إيش؟ طبعا عندك هنا هذه هي natural classes. natural classes اللي هي vowels والliquid الliquid منها اللهو والرا وعندك الجلايد اللي هي الوه والياء وعندك النيزلز اللي هي النا والمه والإنج. أما المجموعة الأخيرة اللي هي الopistruents اللي هي تجمع لي بين الفريكاتيفز والأفريكاتس والستوبس. طيب إيش هي الفريكاتيفز اللي هي هذه الأصوات أوكي وعندك هنا الأفريكاتس اللي هي هذه الأصوات وعندك الستوبس اللي هي هذه الأصوات. طبعا تقدرين توقفين المقطع شوية عشان تكتبين هذه الأصوات أوكي. طيب فادتني الناتشورال كلاسز هذه في انه لما اجي ادرس الديستينكتيف فيتشرز مثلا لو عندي خاصيه مثلا الكونسوننتال او خاصيه السيلابيك مثلا عندي خاصيه السيلابيك ما اقول مثلا ايش الاصوات اللي داخله فيها مثلا بغض النظر عن يعني ما اقول اللح والرا والنح والمه والانج والفاولز تروحين تنطقين كل فاولز على حده تحسين ايه انه في يعني راح يكون في لحسه مخ اوكي. لكن لما اقول لك انه والله ايش هي الاصوات اللي تكون سيلابيك الليكويد والنيزلز اوكي يعني خلاص اختصرت الكلام. طب انت ايش فهمتي مني يعني تقصدين بالليكويد اللي هي اللهو والرع والنيزلز اللي هي كذا وكذا وكذا اوكي. هذا بالنسبه للناتشورال كلاسز فاتتني او سوري يعني فادتني في ايش. طبعا بعد كذا عندك هذا الشابتر في الملزمه اول بارت مثل ما قلت لك اتكلم لك عن الفونيتك فيتشرز وطبعا اللي هي الفيتشرز الأساسية. بعد كده يتكلم لك عن الديستينكتيف فيتشرز why is it important to know about it. أول classification عندي اللي هو major class features. أول حاجة ضروري تعرفين إنه هذه الخاصية تشمل جميع أنواع natural classes اللي هي vowels والliquids والnasals والopistruents اللي هي includes fricatives plosives affricates اوكي. طيب طبعا في ثلاث انواع من الميجر كلاس فيتشرز اللي هي الكونسوننتال والسيلابيك والسونورنت هنا اوكي. طيب اول نوع عندي الكونسوننتال. الكونسوننتال اللي هي الاصوات اللي يكون فيها obstruction in the airflow or in the vocal tract بصفه عامه اللي هي الاصوات اللي يكون فيها تعرقل في الهواء او في النظام الصوتي. هذه الأصوات يقول لي اللي هي الأوبستروينت والليكويدز وكمان النيزلز هذه تعتبر كلها بلاس كونسوننتال. طب لو جيتي إلى الماينس كونسوننتال اللي هي الأصوات اللي ما يكون فيها أوبستراكشن أو خلينا نقول يكون فيها relatively free air flow. طيب الأصوات هذه إيش هي؟ اللي هي الأول فاولز والجلايز. طبعا دائما الماينس لما يكون عندك بلاس بيكون عندك يعني من نفس الخاصية الماينس اللي هي عكسها تماما وبعدين شوفي إيش الأصوات اللي ما كانت موجودة هنا في معناتها موجودة هنا. يعني لاحظي قلنا هنا الأوبستروينت والليكويدز والنيزلز اللي باقي إيش عندي اللي هي الفاولز والجلايدز أوكي. طيب تعالي شوفي السيلابيك. السيلابيك طبعا أكيد الكل عندكم فكرة عن إيش هي السيلابيك. السيلابيك اللي هي الأصوات من الكونسوننت أوكي لها الحق انها تحل محل الفاول اوكي. والفاول فقط الشوا اوكي يعني الكونسوننت هذه ما تقدر تحذف الا فقط الشوا اما باقي الفاول ما تقدر تحذفه. طيب طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل لما ناتي في تشابتر الالوفونيك فاريشن اللي هو بعده تماما راح نعرف كيف ممكن انه يجي عندي كونسوننت ونعتبره سيلابيك. طبعا حطي بالك انه السيلابيك حتى وان كانت سيلابيك او تحل محل النيوكليس او البيك في السيلابل الا انها دائما تعتبر shorter than vowels يعني حتى انها تحل محل الفاول وتحذفه ولكن انها تعتبر اقصر دائما من الفاول اوكي. طيب يقولك هنا بالنسبة لتعريفها يقولك الـ plus syllabic phonemes are those speech sounds يعني phonemes اللي تعتبر أصواتها can occur in the nucleus أو الـ peak okay of the syllable including all vowels okay كمان syllabic liquid والsyllabic nasals. لاحظي إنه إحنا قلنا syllabic
liquid. لأنك لاحظي هنا لو جينا للماينس سيلابيك, phonemes are those speech sounds occur at the left or right margins of the nucleus. Nucleus. إيش هو النيوكليوس أصلا أو البيك of the syllable اللي هو الفاول. الفاول لما يكون في السيلابل نسميه نيوكليوس أو بيك. فهنا يقول اللي هي الفونيمز اللي أصواتها ممكن أنها تقع, سوري هنا ممكن أنها تقع في النيوكليوس. يعني لما يجيني سيلابيك على طول نعرف أنه أخذ سيلابل. طيب ليش؟ لأنه أساسا عبارة عن إيه؟ أنه حذف الشوا. يعني معناته أنه في السيلابل هذا شوا, سوري أنه معناته بما أنه في السيلابل هذا فاول, فبما سوري بما أنه في سيلابيك في السيلابل هذا معناته أنه في فاول. Okay. طيب هنا يقول لك بالنسبة للماينس سيلابيك, phonemes are those speech sounds occur at the left or right margins of the nucleus. يعني إنها تقع على الهوامش في اليمين أو على يسار النيوكليوس. Okay. وطبعا هذه الأصوات اللي هي الأوبستروينز والليكويدز والجلايدز والنيزلز كمان. طيب بالنسبة للسونورنت, السونورنت يقول لي اللي هي الأصوات اللي لها حاجة نسميها singable quality. إيش يعني الكلام هذا؟ يعني أصوات تقدرين إنك تغنين فيها طبعاً ب various tunes, يعني بنغمات مختلفة, أو تقدرين تواصلين نطقها. يعني زي مثلاً يقول لك من الأصوات هذه اللي نعتبرها sonorant اللي هي الفاولز والليكويد والجلايدز والنيزلز. طب خلينا ناخذ مثال على فاول ونشوف هل هو يعتبر سونورنت ولا لا. لاحظي مثلا او, مثلا لاحظي انك تقدرين تقولين او, اوكي تواصلين. لاحظي كمان عندك الليكويدز, مثلا الليكويدز طبعا اللي هي اللهو والرا. لا شوفي هنا الليكويد اللي هي اللهو والرا. الليكويدز مثلا اقول لك له كمان الرا. عندك كمان الجلايدز, الجلايدز اللي هي الواو والياء, تقدرين تقولين او اوكي. عندك كمان النيزلز, النيزلز اللي هي النه والمه, برضو حتى هذه تقدرين ايه انك تغنين فيها بطرق مختلفه. لاحظي هنا يقول لك الفونيمز ار برودوسد وذ اللي هي السونورنت, ار برودوسد وذ هاي انرجي and they have a singable quality. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني انها they can be sung at various tunes. اوكي وطبعا الشيء اللي ذكرناها والماينس سونورنت اللي هي عكسها تماما. Phonemes are not produced with a singable quality or with various tunes including all opposites. يعني الاصوات الاوبستروينز اللي هي الفريكاتيفز, جميع اصوات الفريكاتيفز وجميع اصوات الافريكاتس وجميع اصوات كمان الستوبس او البلاسيفز. اوكي طيب هنا مختصر لك في التشارت اللي هي الكونسل الخصائص وبالامثله وبالمجموعات اللي هي natural classes. عندك الكونسوننتال, الفاولز قلنا ما نعتبرها كونسوننتال, الجلايدز ما نعتبرها كونسوننتال. وطبعا حطي ببالك انه الجلايدز اللي هي الواو والياء يسمونها بعض العلماء سيمي كونسوننتس او سيمي فاولز. طيب ليش؟ يقول لانه الواو والياء اذا وقعت في بدايه الكلام او في بدايه الكلمه نعتبرها كونسوننت, لكن لو أتت في نهاية الكلمة نعتبرها vowels. أوكي فركزي على هذه النقاط. يعني مثلا يعني لو جاني صوت اليه أو الو في بداية الكلام نعتبرها consonant. يعني زي مثلا عندك هنا يه اللي هي yes, لكن لو أتت في نهاية الكلام, يعني مثلا عندك هنا اليه لو أتت في بداية الكلام أعطتك مثال yes, هنا consonantal تعتبر إيه؟ هنا حط لك اياها ماينس. ليه؟ لانه قلنا الجلايدز تعتبر مثل الفاولز. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. طيب بالنسبة للتشارت هذا جامع لك كل الخصائص والناتشرال كلاسز اللي هي المجموعات, يعني زي ما تقولين مختصرها لك. ولكن ما انصحك انك تذاكرين التشارت قبل ما تذاكرين اللي هي الخصائص الاساسيه. يعني ممكن بعضكم يقول باختصر على نفسي الموضوع وباذاكر من هذه اللي هي تجيك زي الجداول, سواء هذه الجداول اللي كذا او اللي حتى تكون في نهايه التشابتر, الجداول هذيك الكبيره اذا تذكرونها. لا يعني اعتبري هذه زي المراجعة, التشارتس هذه الجداول اعتبريها زي المراجعة. سوي لك انت جدول بعد ما تحفظين وتفهمين ايش هي الخصائص, بعد كذا تعالي انت ورتبي. يعني زي ما تقولين اختبري نفسك
في حفظك كيف هو. وطبعا كل الخصائص هذه ضروري انك تعرفين اول شيء ايش هي هذه، تفهمينها، مو شرط تحفظين التعاريف، ولكن افهميها ايش هي هذه. وضروري انك تحفظين اللي هي الناتشرال كلاسز اللي تكون تضم كل خاصية. اوكي، طيب بعد كذا تجين هنا تراجعين. طبعا معلومة هنا بالنسبة للجلايدز، الجلايدز يقول لك انها تعتبر او يسمونها بعض العلماء سيمي فاولز او سيمي كونسوننت. طيب ليش؟ لانه يقول لك الياء والواو اذا اتت في بداية الكلام نعتبرها كونسوننت، لكن لو اتت في نهاية الكلام او في نهاية الكلمة سوري نعتبرها فاول. اوكي، اما بالنسبة للليكويدز لاحظ انه الليكويدز والنيزلز هنا حطت لك في خاصية السيلابيك ماينس وكمان بلس. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني انه اللا والرا ما تعتبر سيلابيك الا في حالة انه اذا سبقها شوا فقط نعتبرها. يعني مثلا لو اعطتك مثال، خلينا نشتغل على مثال. لو مثلا اعطتك شوفي هنا انا مجهزت لك امثلة مثل ميل وسيريزن. سيريزن لاحظي انه كتابتها صوتيا عبارة عن شوا ونا. يعني لو جابت لك مثال زي كذا، هذا المثال انه هنا وقالت لك وصفي، يعني اوصفي انه، راح تقولين انه النه هنا تعتبر سيلابيك. لكن لو جابت لك كلمة ثانية انه فيها ما قبله شوا، اذا بالتالي ما يعتبر سيلابيك. اوكي، فانتبهي لموقع النه او الماه او الانج او حتى الليكويدز اللي ممكن انها تأتي سيلابيك او ما تأتي. خلينا نشتغل على هذه الامثلة. مثلا قالت، اعطتك مثال الميل وقالت لك اوصفي مثلا، خلينا نختار الماء. اوكي، طيب قالت لك اوصفي الماء على حسب الميجر كلاس فيتشرز. طبعا لو جابت لك الخصائص انت بس يبقى عليك تحطين اما موجب اللي هو البلس او الماينس، انه هل الخاصيه هذه تعتبر مع هذا الصوت او لا. لكن لو ما جابت لك وذكرت لك ميجر كلاس فيتشرز، انت اعرفي ايش هي خصائص او انواع الميجر كلاس فيتشرز بعدين تكتبينها. انا كتبتها هنا عشان اختصر علينا الوقت. عندك هنا مثلا قالت لك اوصفي الماء. الماء قلنا انها ايه؟ تعتبر من الكونسوننتال. طيب ليش تعتبر من الكونسوننتال؟ لو نرجع لخاصيه الكونسوننتال نشوف هنا انه البلس كونسوننتال منها النيزلز، صح ولا؟ اذا تعتبر هنا ايش؟ تعتبر بلس. طيب بالنسبه للسيلابيك، السيلابيك هنا لازم نراعي حاجه ايه، انه احيانا ممكن ياتي بلس ممكن ياتي ماينس. طب انا كيف اعرف الان؟ اشوف موقع الصوت هذا، لاحظي انه ما سبق شوا، بما انه ما سبق شوا اذا لا يمكن انه ياتي از سيلابيك. اذا هنا يعتبر ماينس، ما يعتبر سيلابيك. يعني ممكن تحطين في بالك انه دائما النيزلز تعتبر سيلابيك، تروحين تحطينها على طول بلس وهي غلط. ليه؟ على حسب موقعها. طيب لاحظي هنا، سوري لسه ما كملنا، بالنسبة للسونورنت، هل الماه ساوند من الأصوات اللي تعتبر سونورنت؟ يس ات از. ليش؟ لأنه لاحظي إنه السونورنت إيش هي؟ اللي هي الأول فاولز والليكويدز والجلايدز والنيزلز، إذا بالتالي هنا راح نحطها بلس. اوكي، طبعا هذه الطريقه نفس الطريقه اللي جابتها لنا في الاختبار الميد، ومن المتوقع كمان انها تجيب لنا نفس الطريقه في الفاينل. طيب نشوف هنا مثال سيريزن. السيريزن هنا اول حاجه قالت لك مثلا اوصفي انه، اوصفي مثلا اخر صوت. اخر صوت عندي اللي هو هل هو كونسوننت او لا؟ مثل ما قلنا بما انه نيزل اذا يعتبر كونسوننت. طيب هل هو سيلابيك ام لا؟ نشوف موقعه، لاحظي انه السيريزن هنا سبقه شوا، اذا يعتبر سيلابيك. اوكي، هل هو سونورنت او لا؟ اذا برضه يعتبر سونورنت. اوكي، وهذا بالنسبه للميجر كلاس فيتشرز، اول تصنيف عندي. ثاني كلاسيفيكيشن عندي اللي هو لارنجيال features. Laryngeal features يقول لي these are features that represent the laryngeal states. إيش هي laryngeal states؟ اللي هي states في glottis، اللي هي حالات الglottis. طيب إيش هي الglottis؟ قلتها لكم مرتين وبأرجع أقولها مرة ثانية، اللي هي هذه هي the space between vocal cords. أوكي، طيب مثل ما أنت عارفة حالات الglottis لما أخذتيها في الفوناركس لها أربع حالات. أوكي، الحالة الأولى إنها تكون الجلاريس بعيدة عن بعض،
اللي هي الحبال الصوتية تكون بعيدة عن بعض، والحالة الثانية اللي هي تكون يعني نوعا ما قريبة من بعض، أوكي، واللي بعده تكون يعني ها نقدر نقول إنها شوية تقريبا، أوكي. آخر حاجة اللي هي تكون يعني جدا ملتصقة الفوكال كورز تصل إلى حالة انغلاق اللي نسميها closed الحالة هذه، أوكي. طيب الحالة الأولى اللي هي لما تكون الفوكال كورز جدا بعيدة عن بعض، مثل صوت الهاء، لما تنطقين صوت الهاء الفوكال كوردز تكون يعني مبتعدة تماما عن بعض. لما تكون قريبة شوية اللي هي في حالة الفويسلس، أوكي، حالة الفويسلس إنها تكون الفوكال كوردز يعني شوية بعيدة عن بعض. أما لما تكون قريبة من بعض تعطيني حالة الفويسد، يعني بعض الأصوات إذا كانت الفوكال كوردز قريبة من بعض يصير فيها إيش؟ اهتزاز. أما آخر حالة وهي أساسا يعني حالة نادرة وفي اللغة الإنجليزية ما في أي صوت ممكن إنه يعتبر closed إلا فقط صوت الجلارال ستوب اللي هو هذا، ورح نتكلم عنه بإذن الله. هذا glottal stop ورح نعرف إيش هو أساسا، يمثل لي أي أصوات. فبالتالي يعني مثلا عندك مثال على closed الجلارس اللي هو الهمزة في اللغة العربية، ولكن في اللغة الإنجليزية ما في إلا الصوت اللي قلت لك إياه، أوكي؟ طيب نجي الحين نشوف إيش حكاية laryngeal features اللي states الجلارس. أول حالة نتكلم طبعا بما إن الجلارس فيها صلة للvocal cords والvibration والماهي vibration من الكلام، فعشان كذا حطينا خاصية الفويس هنا. طبعا ما يحتاج اشرح ذا الكلام لانه اوريدي انت عارفينه، اللي هي البلس فويس اللي هي الاصوات اللي تعتبر فويس والاصوات اللي يكون فيها فايبريشن، اما الماينس فويس اللي هي الاصوات اللي ما يكون فيها فايبريشن هي الاصوات اللي تعتبر فويسلس، اوكي. طيب بالنسبه للكونستراكتد جلاريس ويرمز لها بالسي جي، اوكي. الكونستراكتد جلاريس اللي هي ساوندز ميد وذ جلاريس كلوزد اللي هي الحاله اللي قلت لكم اياها اللي هي الحاله الاخيره، وانكلودينج اونلي وان ساوند ان انجلش ويتش از ذا جلارال ستوب. الجلارال ستوب بعض الكلمات في اللغه الانجليزيه لما تكونين محترفه في النطق راح تنتبهين لهذا الشيء، اللي هو مثلا كلمه ات، اوكي، مثلا او سوري اللي هو البريبوزيشن it، اوكي. لاحظي لما تنطقين ما تنطقين يعني سهل it على طول، لا لاحظي انه it كذا كانك تسكتين شويه كذا كانك تنطقين همزه، اوكي، it كذا، اوكي، هذا هو النطق الصحيح لها. فبالتالي يعني في الصوت هذا حدث عندي صوت اسمه glottal stop. كمان اللي يمثل لي الglottal stop اللي هو السيلابيك، أصوات السيلابي كلها على فكرة تعتبر glottal stop. لاحظي كلمة مثلا written، أوكي، written لما تنطقينها طبعا هنا لو كتبتيها يعني كصوتية، خلينا نكتبها صوتيا، أوكي، لاحظي إنه النه هنا سبق شوى، فبالتالي يعتبر هذا الصوت سيلابيك. طيب لما تجين تنطقين الكلمة هذه كنطقا صحيحا ما تقولين written إنما written written، اوكي. كمان عندك كلمه certain مثلا، اوكي، بعض البنات ممكن تنطقها certain او certain وانما هي غلط. ليه؟ لاحظي هنا انه اوكي انها هنا سبقها شواء، اذا تعتبر syllabic، فبالتالي نطقها كيف؟ certain certain، اوكي، مش certain، اوكي. طيب طبعا هذا بالنسبة لنطقها، فبالتالي تعتبر أصوات السيلاب كلها تعطيني صوت الجلارال ستوب. وكمان شوفي أصلا من اسمه يسميه ستوب، اللي هي أصوات الستوب كلها اللي هي التا والدا والكاه وهذه الأمور، هذه كلها تعتبر إيه؟ تعتبر نسميها هذا جلارال ستوب. بعد كذا other sounds which don't involve the closing the glottis تعتبر إيه؟ تعتبر مش ضمن هذه الخاصية. آخر خاصية اللي خاصية ال spread glottis، يقول لي this feature distinguishes aspirated from unaspirated consonants، يعني ال spread glottis لها علاقة بال aspirated. إحنا عارفين إيش هي ال aspirated، اللي أصوات الكاه والتاه والبا لما يأتي بعدها vowels، أوكي.
فلاحظي هنا يقول لي spread the glottis لما تكون هذه الحالة، لما تكون الجلارس بعيدة عن بعض، مثل ما أعطيتكم أول مثال اللي هو الهاء ساوند. الهاء ساوند مثال على لما تكون الجلارس جدا بعيدة، أوكي، اللي هي هذه الحالة، الحالة الأولى، أوكي. الحالة الأولى يقول لي عندي مثال عليها اللي هو صوت الهاء، وكمان الاسبريتد voiceless stops، أوكي، اللي هي الباه والكاه والتاه لما تأتي aspirated نعتبرها spread glottis. طيب لو ما أتت aspirated، طبعا حسب موقعها ما تعتبر spread glottis، أوكي. هذا بالنسبة للخاصية. هذه قبل ما ننتقل للخاصية الأخرى، حابة أننا نأخذ كم مثال على laryngeal features ونطبق عليها، أوكي. لاحظي مثال dog. dog قالت لك مثلا أوصفي لي أول حرف، سوري أول صوت، أوكي، على حسب اللارنجيال فيتشرز. طبعا أنت عارفة إنه اللارنجيال فيتشرز فيها ثلاث خصائص: الفويس والكونستركتد جلاريس، طبعا اختصرت لك بالسي جي. بعد كذا عندك السبريد جلاريس اللي هي أول حاجة صوت الد، يعتبر من الأصوات اللي فيه فايبريشن لما تنطقينه، فبالتالي يعتبر فويسد، أوكي، إذا على طول بلس. طيب بالنسبة للكونستركتد جلاريس يقول لي كونستركتد جلاريس فقط للأصوات اللي تعتبر إيه؟ يعتبر فيها وقف، أوكي؟ طيب dog ما فيها وقف، ولو إن الداء يعتبر من الأصوات الستوب، ولكن لاحظي موقعه هنا جاء يعني دائماً حطي في بالك إنه الستوب لما يكون فيها وقف، لما تأتي وسط الكلام، زي مثلاً eight هنا راح نشتغل عليه، اوكي. لكن dog هنا لاحظي انه ننطقه يعني بطريقه خفيفه، اذا دائما الستوب لما ياتي في بدايه الكلمه ما نعتبره كاعتبار الجلورال ستوب، اوكي، فبالتالي على طول نعتبره ايش؟ ماينس، اوكي. اما بالنسبه للسبريد جلاريس اللي هي لما يكون نطق الصوت يعني لما تكون حاله الجلاريس فيها بعيده عن بعض، وذكرنا من يعني الأمثلة اللي ممكن تأتيني على spread glottis اللي هو صوت الهاء والaspirated voiceless stops only اللي هي البه والكه والته فقط. طيب الداء هل يعتبر aspirated؟ هل يعتبر من الأصوات اللي ممكن ندخلها في خاصية spread glottis؟ لا، إذن minus، أوكي. طيب تعالي نشوف eight، أوكي، نفس حكاية it لما قلت لكم preposition هذا، كمان هنا eight eight، أوكي، يعني ما تنطقينا eight غلط، eight eight، أوكي. طيب هل مثلا قالت لك هنا أوصفي لي صوت التاء، أوكي، طيب هل هو voice التاء؟ لا، voiceless التاء. هل هو constructed glottis؟ yes، لأنك لاحظي جاك الستوب في وسط الكلمة، وفي نفس الوقت إيش لاحظي إنه في صوت إيه، إنه الجلاريس حسيتي إنها كأنها انغلقت، يعني كأني نطقت زي صوت الهمزة شوية، فبالتالي تعتبر ايش؟ بلس، اوكي. اما اللي بعدها اللي هي هل هي spread glottis ولا لا، نلاحظ هل التاء تبعها vowel؟ لا، طبعا هنا الاي ما ننظر له، ليه؟ لانه اساسا silent. تعالي لو نكتب الكلمة in transcription لاحظي انه 8، اوكي، يعني ما بعدها vowel، فبالتالي ما نقدر نعتبرها aspirated فتصير minus. لكن تعالي شوفي turn. turn دائما هذا المثال أعطيكم إياه لأنه أوضح، أوكي. لاحظي هنا لو كتبتيها in phonetic transcription راح تطلع لك turn. طيب خلينا الحين نشتغل على صوت التاء. هل هو voice؟ لا. هل أتى هنا glottal stop؟ أكيد لا. هل هو spread glottis؟ yes it is. ليش؟ لأنه أتاني aspirated. هذا بالنسبة لخاصية laryngeal features. أول classification عندي اللي هو place features. طبعا place features أنت عارفة لما نقول place features أو place of articulation معناتنا نقصد فيه الأعضاء المستخدمة في نطق صوت معين، أوكي؟ يعني راح أركز هنا على إيه؟ على الأصوات اللي تنطق من خلال الشفايف، اللي تنطق من خلال the tip of the tongue اللي هو طرف اللسان، الأصوات اللي مثلا أستخدم فيها الالفيلر ريج أو الأشياء زي كذا، أوكي؟ طيب نبدأ بأول خاصية في place features اللي هي الليبيل. يقول لي أي أصوات أستخدم فيها الليبس
سواء كلا الشفتين أو أستخدم لب واحدة فقط في نطق هذا الصوت أو في نطق أصوات معينة، أعتبرها على طول plus labial. يعني يقولي any speech sound produced using one or both lips such as الب والب والم والفا والفا والوا and the sounds that are round. إيش مقصود ب plus round؟ راح نشرحها الآن هنا اوكي لما نجي نتكلم عن الراوند. لكن افهمي انه الليبيل ايش هي؟ اللي هي هذه الاصوات بالاضافه الى اصوات اللي تعتبر راوند. طيب بعد كذا عندي الماينس اللي هي الساوندز whose production doesn't involve the lips including the other consonants، اللي هي الاصوات اللي يعني لما انطقها ما استخدم الليبس، اوكي يعني اللي هي العكس تماما. أما بالنسبة للround يقولي sounds that are produced with protruding and rounding the lips، الأصوات اللي تحسين فيها إيه إنك يعني تستخدمين شفايفك فيها وفي نفس الوقت تحسين إنك إيه يعني خلينا نقول إنك تكونين مبوزة في هذه الحالة. ما يقولك protruding يعني إنه تكون شفايفك يعني مبوزتها، أوكي؟ فيقولك هنا sounds that are produced with the protruding and rounding the lips such as الوه، انطق الوه ولاحظي كيف تلاحظين شفايفك، عندك الوه وعندك كمان الفاولز اللي هي أربعة من الفاولز فقط اللي هي الأو اللي هو الشورت أو واللونج منه اللي هو الأو وكمان الأو الشورت منه وكمان اللونج منه اللي هو الأو، أوكي؟ بعد كده the other sounds that we don't produce it with rounding the lips اللي هي بقية الأصوات. طبعا هنا معطيكي على معطيكي معلومة اللي هي أي صوت round يعتبر labial، لكن مش بالضرورة إنه أي صوت labial يعتبر round. طيب ليش أقول لك هذا الكلام؟ لاحظي إنه الوه والأو والأو وهذه الأصوات كلها تعتبر نفس طريقة هذا الكلام. أنا استخدمت اللبس صح ولا لا؟ استخدمت اللبس، حتلاحظي هنا يقول لك by protruding and rounding the lips، إذا هذه الأصوات كلها تعتبر labial، لكن البا والبا وهذه أنا ما سويت protruding ولا سويت rounding the lips، عشان كذا مش أي صوت labial يعتبر round، ولكن كل صوت في round يعتبر labial، أوكي؟ بعد كده عندك خاصية الكورنل، يقول لك sounds produced by the tongue tip اللي هو طرف اللسان or blade. طيب ايش هو اساسا البليد وايش هو التيب؟ خلينا نرجع شويه للفوكال تراكت. الفوكال تراكت هذا لما تجين للسان، هذا هو اللسان، اوكي لاحظي انه يقول لك تيب. اللسان عباره عن ثلاث اجزاء، تيب وفرونت وباك. طبعا التيب بعده على طول في هذه المنطقه، اوكي في هذه المنطقه نسميه بليد. فيقول لي اي صوت استخدم طرف اللسان فيه او البليد لما احطه على الالفيلر ريدج، اوكي ومنها اصوات ايه مثلا صوت التا، انطق التا. التا تقدرين في ناس يعني مثلا يجون ينطقون التا يحطون نفس طرف اللسان على الالفيلر ريدج، وفي ناس لا يستخدمون التيب يحطونه على الالفيلر ريدج. عشان كذا قال لك اما انه التيب او البليد اوف ذا تانج، فانت حتى انطقي حرف التاء مثلا بالتيب وبالبليد نفس الحكاية، تحسين انك تقدرين تنطقين هذا الصوت، اوكي؟ طيب الزبدة هنا يقول لك انه اي صوت تنطقينه باستخدام طرف اللسان او البليد يعتبر كورنال. مثل ايش؟ عندك الانترودنتال اللي هي الذاء والثاء، وعندك كمان الالفيلر، مجموعة الالفيلر اللي هي التاء والداء والزاء والسا والنا، وعندك كمان الالفيو باليتال اللي هي شاه وجاه و الى اخره. طبعا عندك هنا الماينس كورنال اللي هي الاصوات اللي ما استخدم فيها هذا تانج تيب في اثناء نطقها. بعد كذا عندك اللي هي خاصيه الانتيرير. الانتيرير هذه الخاصيه متعلقه بالباليت، اوكي اللي هو الحنك، والحنك فين هو؟ اللي هو اعلى منطقه في الفم، اوكي اللي هو هذا، اوكي هذا هو الباليت. طبعا الباليت كمان له اجزاء، اول جزء عندي اللي هو الالفيلر ريدج نسميه الالفيلر ريدج اللي هو مباشره بعد الاسنان العلويه. عندك الهارد باليت هو اعلى منطقه في الباليت اللي هو في النص. بعد كذا عندك الفيلم اللي هو السوفت باليت البعض يسميه،
طبعا هذا الصوت اللي هو نهاية الحلق، اوكي، اللي منه اصوات نسميها فيلر، مأخوذة من ايه؟ من الفيلم. طبعا اصوات الفيلر مثل الكه والقه، اوكي. اما الهارد باليت مثل الاتش والاج، اللي هي الاصوات لما يكون وضع اللسان تحته مباشرة، يعني تحسين انه وضع اللسان في النص. والالفيلر ريدج لما يكون اللسان طرف اللسان تحطينه على الالفيلر ريدج، او ممكن نفس اللسان ما تحطينه على الالفيلر ريدج لكن تلاحظين انه اللسان يكون تحت الالفيلر ريدج مباشرة، مثل ايه؟ مثل الث والذ. لاحظي انه الث والذ ما حطيتيها على الالفيلر ريدج مباشرة مثل التاء او الداء، ولكن نوضع اللسان تماما تحت الالفيلر ريدج. طيب هنا يقول لي انه الانتيريور ايش سالفتها؟ يقول لي sounds that are produced in front of the palate alveolar. طبعا تقدرين تسمين palate alveolar او تقدرين تقولين alveolar ridge، اللي هي الاصوات مثل ما قلت لكم، الاصوات اللي يكون اللسان تحتها مباشره. طيب هذه الاصوات ايش هي؟ اللي هي البيليبيل واللابيودنتال. انطقي مثلا البا او البا، تحسين انه اللسان طرف اللسان تحسين موضعه يعني تماما فوق الريدج، سوري تحت الالفيل ريدج مباشره، اوكي. عندي كمان هنا اللابيودنتال الفا والفا، وعندي كمان اصوات الانتردنتال الثا والذا والالفيلر، اللي هي الاصوات هذه. طبعا الماينس انتيرير اللي هي ذا اذر كونسوننتس. بعد كذا عندك الستريدنت، باختصار الستريدنت اللي هي الاصوات المزعجه مثل الشا والجا والسا والزا وهذه. يقول لك ساوندز ويذ ار ارتكوليتر، يعني تنطق سوري او نطقها with a noisy hissing. بالنسبة لآخر حاجة عندي اللي هي الستريدنت، الستريدنت باختصار اللي هي الأصوات المزعجة في اللغة الإنجليزية مثل الشا والجا والسا والزا وهذه الأمور، نسميها دائما ستريدنت. يقول لي sounds which are articulated، يعني الأصوات اللي تنطق، with a noisy hissing sounds، يعني في إزعاج في نطقها، including what alveolar fricatives اللي هي السا والزا والالفيوبالاتال، وعندي كمان الفريكاتيفز والالفيوبالر. نجي الآن نطبق على الأمثلة. عندك هنا مثال play وكمان مثال cheese. طيب أعطتك مثلا مثال play وقالت لك أوصفي الصوت الأول اللي هو البا على حسب الplace features، والplace features تضم هذه الخصائص. يلا نأتي الآن إيش نسوي؟ نصف هذا الصوت. طيب هل هو labial؟ أكيد labial. طيب هل هو round؟ أكيد لا. بالنسبة للكورونال، قلنا أن الكورونال الخاصية هذه إيش تسوي؟ الكورونال يقول لي أنه الأصوات اللي تنطق مع طرف اللسان أو البلايد، هل نستخدم طرف اللسان في نطق البا؟ أكيد لا. الأنتيريور اللي هي الأصوات اللي أنطقها وضعية اللسان يكون تحت الألفيلر ريدج على طول، أو الأصوات اللي أنطقها باستخدام الألفيلر ريدج مثل التا والدا وهذه الأمور، أوكي؟ طيب هل البا من ضمن الأصوات الأنتيريور؟ Yes it is. لاحظوا هنا عندي صوت البا، إذن يعتبر anterior. هل هو strident من الأصوات المزعجة؟ أكيد لا. أوكي؟ طيب خلينا نشوف التشيز. قالت لك مثلا أوصفي لي صوت الشا، طبعا هذا يمثل لي صوت الإتش، أوكي؟ طيب هل هو labial؟ أكيد لا. round؟ أكيد لا. هل هو coronal؟ أستخدم فيه the tip of the tongue؟ أكيد لا. هل هو anterior؟ استخدم الالفيلر نستخدم اللي هو الالفيلر ريدج او البالت الفيلر في نطقه. ولاحظي هنا هل هو موجود صوت الاتش؟ اكيد لا، مش موجود. اذا وطبعا مثل ما احنا عارفين انه الاتش والاتش تنطق من تنطق من هذه المنطقه اللي هي الهارد بالت، يعني ما لها علاقه ابدا بالالفيلر ريدج، اذا تعتبر ماينس. طب هل هذا الصوت ستريدنت؟ يس ات از، يعتبر strident. ليه؟ لأنه يعتبر من الأصوات المزعجة. Okay and that's it about the place features. بعد كذا عندنا classification اللي بعده اللي هو dorsal features، اللي يعتبر جزء مكمل لخصائص place features اللي أخذناها قبل شوية. طيب
الدورسال فيتشرز اللي هو يمثل لي حالة اللسان اللي هو the body of the tongue. وطبعا هذه الخاصية يقول لي يعني تضم أكبر عدد من الفاولز، يعني هذه الخاصية متعلقة بالفاولز أكثر من الكونسوننتس. أوكي طيب، أول خاصية لهذه الفيتشر اللي هي الهاي، ويقصد بها لما تكون وضعية اللسان مرتفعة لما تنطقين صوت معين من هذه الأصوات اللي هي الإي والإي والأو والأو and the following consonants اللي هي الكا والقا والوه واليا والإنج. أوكي إذا هذه الأصوات تعتبر هاي اللي يكون وضعية اللسان فيها مرتفع. اللو العكس تماما لما يكون وضعية اللسان فيه منخفض. أوكي vowels that are produced with the body of the tongue lowered from a central position in the mouth، يعني وضعية اللسان نفسها تكون نازلة، وهذه الأصوات اللي هي الآ والآ، طبعا هذا اللي هو الصوت اللي كأنه ثمانية بالعربي. بعد كذا عندك الآ اللي هو اللونج، وكمان الأو يكون فيها اللسان منخفض، وكمان الباك. طبعا هذه عشان تسهل عليك لازم ترجعين اللي هو الانترناشنال تشارت عشان يسهل لك الموضوع تماما، يعني بدل ما تحفظين في كل يعني شو الهاي يضم ايش، يضم هذه اصوات الباول، اللو يضم اللي هذه لانها شويه صعبه، فضروري انك ترجعين للتشارت اللي انا وريتك اياه اللي هو هذا الانترناشنال فاولز، راح يختصر عليك الكلام يعني بشكل ما تتخيلين، بس انت احفظيه عشان لما تجين الان هنا الهاي، بدل ما تقولين أصوات الهاي اللي هي الإي والإي والأو والأو، تعالي هنا هاي اللي هي هذه هي. أوكي لاحظي إنه الإي والإي شوفيها هنا، وكمان عندك الأو والأو شوفيها هنا. أوكي إذن هذه كلها تضم إيش، وضعية اللسان لما يكون هاي. وضعية اللسان لما يكون لو اللي هي هذه، شوفي اللو اللي هو الآ والآ اللونج منه والأو والأو. أوكي لاحظي هذه هي اللي هي low. أوكي اللي هي الأصوات A including اللي هو الآ اللونج وهذه اللي قلت لك إياها. أوكي بعد كده تعالي عند الباك، الباك اللي هي هذه الأصوات، الباك اللي هي هذه الأصوات. أوكي ولاحظي إن كلها كاتبها لك. أوكي اللي هي الخمس أصوات اللي هي هنا. أوكي طيب، طبعا عدلت صوت هنا ما انتبهت لأثناء الكتابة، يعني زي ما تقولين كتبت الآ مرة ثانية هنا. أوكي والخطأ طبعا عدلت لك هنا الصوت هذا مع الكتابة أثناء كتابة، طبعا عدلت لك هذا الصوت أثناء كتابة المحاضرات، ما انتبهت أني كررت نفس الصوت اللي هو هذا كررته هنا، احذفيه وحطي الأو. اوكي لاحظي هنا انها هذه الخمس الاصوات اللي تعتبر باك. اوكي طبعا وكمان بالاضافه الى الكونسوننتس اللي هي الكا والقا والانج والواه، كمان لاحظي انه هذه كلها هذه بهذه ننطقها من اخر الحلق. اوكي شوفي يقول لك البلس باك اني ساوند تو برودوس بيهايند ذا هارد بالت ان ذا ماوث، اللي هو فين الهارد بالت؟ قلنا اللي هو هذا صح ولا لا؟ هذا الهارد باليت، ويقول لي انه الاصوات هذه اللي تعتبر باك ننطقها خلف الهارد باليت، اذا ايش هو قصدنا؟ الفيلم. اوكي اذا الاصوات اللي تنطق من نهايه الحلق هذه. اخر حاجه التنس، مثل ما قلت لكم اول لما شرحت الفاولز والتشارت حقها، اصوات الفاولز اللي تعتبر تنس اللي هي اللونج، خلاص باختصار شديد اللونج فاولز كلها، لاحظيها هنا اللونج باولز الخمسة كلها، سوري هنا اللونج باولز كلها تعتبر تنس. اوكي وطبعا العكس تماما اللي هي الفاولز اللي تعتبر شورت اند لاكس. اخر حاجة الصوت اللي يعتبر انه ريديوست. اوكي الصوت اللي يعتبر ريديوست فقط اللي هو الشوا، اذا ذا شوا ساوند از اونلي ريديوست فاول ان انجلش، اذا هو الوحيد اللي يعتبر بلس ريديوست. The term reduced is synonymous with weak and it is normally unstressed. Okay, إذن دائما هذا الصوت يعتبر weak ودائما يعتبر
and stressed. Okay, وطبعا ال minus reduced تعتبر all other vowels تعتبر من هذه الخاصية. طيب خلينا نشوف الآن نأخذ مثال على dorsal features. أعطتني مثال keep وقالت لي اللي هو يعني اشتغلي على الفاول هذا. طيب الفاول هذا يمثل لي إيش؟ اللي هو الإي. طبعا ضروري يا بنات إنه يكون عندك خبرة في الترانسكريبشن عشان تقدرين تحلين. يعني مثلا أعطتك كلمة keep، انت ما انت عارفه ايش هو هذا الفاول اساسا. يعني شفتي كيف هذا الفاول اللي هو الاي اي مثلت لي اللي هو الاي الطويل. يعني مثلا زي ما اعطتنا في الفتره كلمه لانجويج، اغلب البنات كانوا يفكرون انه اللي هو الج نهايته، وانما هو ايه الادج. اوكي ضروري تكونين فاهمه ايش هو الصوت عشان تقدرين تحلين عليه. اوكي يعني لو مثلا اخطأتي في الصوت راحت عليك الدرجه كلها، اوكي وشغلك هذا كله راح عليك. اوكي طيب عندك هنا بالنسبه للاي، خلونا نشتغل على الاي. هل هو هاي؟ هل يعتبر من الاصوات اللي يكون لما تنطقينه انطقيه مثلا وجربي اي، هل الصوت تحسينه مرتفع يعني مش نازل؟ يس ات از. اوكي حتى لاحظي هنا من الاصوات اللي تعتبر هاي اللي هي الاي، وحتى في التشارت اللي هو اللي قلت لكم اياه اللي هو الانترناشونال دايجرام حق الفاولز يعتبر الاي من الاصوات اللي في خانه الهاي. طيب هل هو لو؟ اكيد لا. ليه؟ لانه بما انه هاي فاكيد ما راح يكون لو. بالنسبه للباك، باك هل هذا النطق نطقناه من نهايه الحلق؟ اكيد لا، فبالتالي يعتبر ماينس. بالنسبه للتنس قلنا التنس اللي هي جميع الفاولز اللي تكون لونج، هل هو لونج؟ يس ات از، اذا يعتبر بلس. طيب هل الاي يعتبر ريديوست؟ لا، اصلا الريديوست ما هو الا صوت واحد فقط اللي هو الشوا، فبالتالي نعتبره هنا ماينس. طيب اشتغلنا كمان على المثال الاخر اللي هو بلاير، وبالنسبه لي الاي هنا قالت مثلا لو قالت لي اوصفي هذا الصوت راح اول شيء اطلع ايش هو هذا الصوت، طلع لي شوا. اوكي طيب نرجع الآن للدايجرام. طبعا لازم ترسمين الدايجرام على حسب حفظك وفهمك له. بعد كذا بعد ما ترسمين تجين تطبقين. نشوف الشوا. الشوا هنا هل يعتبر هاي؟ لاحظي إنه مش من الأصوات اللي في خانة الهاي، إذا ماينس. هل هو من الأصوات اللي في اللو؟ برضو يعتبر ماينس. طيب هل هو من الأصوات اللي في خانة الباك؟ أكيد أكيد ماينس، مش موجود. عندي هنا هل هو تنس؟ لا، التنس قلنا اللي هي long vowels only، فبالتالي يعتبر برضو minus. طيب هل هو reduced؟ yes it is، لأنه الصوت الوحيد فقط اللي يعتبر reduced. أوكي هذا بالنسبة لأمثلة الأمثلة اللي على dorsal features. وآخر classification عندي اللي هو يلعب في ملعب ال manner of articulation، واسم التصنيف هذا manner features، ويضم أربع خصائص اللي هي النيزل والكونتينيونت واللاترال وكمان الديليد ريليز. بالنسبه للنيزل انتم عارفين ايش هي اصوات النيزل اللي هي الام والان والان، لكن ضروري تعرفون انه طريقه هذه الاصوات كيف تنطق. طبعا يقول لي sounds that are produced with the uvula. طبعا انتم عارفين اليوفلا اللي هي هنا اللي نسميها لسان اللهاء او لهات الحلق. اوكي طيب ايش يصير في هذه الحاله؟ يقول لي اليوفلا تنزل، خلاص اذا نزلت تسكر على اللي هو ممر الحلق. اوكي فاذا سكرت ممر الحلق الهواء يجيني من هنا اوكي ويطلع. اذا كان مسكر اللي هو المنفذ حق الحلق فبالتالي تطلع من هنا، فبالتالي تمر بالنيزل كافيتي التجويف الانفي او من النيزل باسج اللي هو ممر الأنف، فبالتالي هذه الأصوات اللي تنطق من هنا نسميها nasals، واللي هي تضم لأصوات الإم والإن والإنج. أوكي بعد كذا عندك الكونتينيونت. أما الكونتينيونت يقولي الأصوات اللي يكون فيها إيه الهواء free. أوكي تنطق with free or relatively free airflow in the mouth. أوكي مثل إيش؟ مثل أصوات الفاولز اوكي واصوات الفريكتيفز والليكويدز وكمان اصوات الجلايدز، هذه تعتبر كونتينيونت. طبعا هنا يقول لي لاحظي انه النيزلز طبعا مثل ما انت عارفه انه اصوات المهو والنهو الانك يعني زي ما تقولين are produced تنطق لك with
free air flow. اوكي يعني دائما النيزلز اصواتها يكون الهواء ما في obstruction ما في تعرقل. طيب ليش ما اعتبرناها من الكونتينيونت بما ان الهواء فيها free or relatively free air flow؟ لانه يقول لي الشرط الكونتينيونت ان هذه الاصوات تنتقلي من خلال الفم اوكي ومش من خلال الانف اوكي يعني مش من خلال هنا يعني تنتقلي هذه الاصوات من الفم فبالتالي النيزلز تعتبر minus continuant اوكي بعد كذا عندي اللاترال واللاترال هذه الخاصية تشمل فقط صوت واحد في اللغة الإنجليزية اللي هو صوت اللح اوكي وطبعا في هذه الحالة يقول لي انه الهواء يكون escaping if the air flow from both sides of the tongue يعني لحظة لما تنطقين ال الهواء يجي يعني يطلع من الفم من اليمين ومن اليسار لانك لاحظي لو نطقت ال يعني كانه اللسان يسك من النص والهواء يعني يسمح بالهواء بعد كذا انه يمر من اليمين ومن اليسار هذا في حاله اللارل ايش يصير اما بالنسبه للديليد ريليز اللي هي الاصوات اللي تحسين انه انها تتاخر في مرحله الريليز stage اللي هي مرحلة الانطلاق أو مرحلة النطق مثل ما انتي عارفة في الفوناتكس درسنا ايه اللي هي stages of articulation مراحل النطق والrelease stage كانت مرحلة من ضمن هذه المراحل فبالتالي من الأصوات اللي لما تنطقينها تحسين انها تتأخر يعني يصير ايه involves the delay of the release stage نسميها ايه delayed release ونرمز لها بالدي ال ومن هذه الاصوات فقط اللي هي الاتش والاتش طيب اما الماينس دي ال اللي هي all other sounds وطبعا هذه الفيتشر تعتبر synonymous of the feature abrupt release يعني هذه الخاصيه تعتبر مترادفه لخاصيه الابربت ريليز وطبعا هذا الكلام ممكن يجيبه لك صح او خطا انه هذه الخاصيه تعتبر مرادفه لخاصيه اسمها abrupt release اوكي هذا هو بالنسبه للكلاسيفيكيشنز distinctive features و يعني ضروري انك تحفظين فيها يعني كل خاصيه ايش هي بالضبط وكمان ايش الاصوات اللي تكون مندرجه تحت هذه الخاصيه اخر حاجه بعد ما تذاكرين الكلاسيفيكيشن وهذه الامور بعد كذا روحي للماتريكس the feature matrix for english vowels طبعا هي نفسها اللي موجوده في الملزمه اللي زي الجداول كذا ولكن انا لونتها كذا عشان تكون يعني ابسط اول خاصيه عندك الميجر كلاس فيتشرز طبعا هذا ايه هذا الفيتشر ماتريكس فور انجلش فاولز هذا بالنسبه للفاولز الميجر كلاس فيتشرز اللي هي الثلاثه و يعني ايش الصوت اللي يعتبر ماينس ايش الصوت اللي يعتبر بلس طبعا الجداول اللي زي كذا ما تذاكرين منها لكن تاخذينها زي المراجعه يعني ممكن تسوي لك جدول اوكي ومن خلال هذا الجدول بعد ما تذاكرينه طبعا جدول زي كذا وتكونين مفضيه هذه الخانات وانت بكذا تروحين ترتبين على حسب حفظك يعني مثلا هذا الصوت هل هو consonantal او لا هل هذا الصوت voice او لا وهكذا اوكي طبعا عندك هذا الماتريكس حقه الفاولز وهنا الماتريكس حقه الكونسوننتس طبعا اغلبكم يعني اذكر لما كان اختبار الميد او الكويز اغلبكم كان يطلبني ايه اللي هو الجدول حق الماتريكس فور كونسوننتس فور انجلش كونسوننتس لانها في الملزمه في اشياء غلط في اشياء ممسوحه وحاطينها ماينس في اشياء لا تكون بلس وحاطينها ماينس طبعا هذا هو ترتيب صحيح ولكن هنا طبعا اول او اخر صوت اللي هو صوت الجلوتال ستوب اوكي لكن هنا عشان مع الطباعه ما كفى الورق اوكي فيعني زي ما تقولين انقص نص علامات الصوت هذا المهم انه هذا الصوت الجلوتال ستوب كله ياتي ماينس في جميع الحالات ما عدا في حاله الكونستراكتد جلاريس هنا كونستراكتد جلاريس لما تكلمنا عنه فيها فبالتالي هو فقط اللي يعتبر بلس اوكي لو انت طبعتيه على ورق اكبر ممكن يعني يجيك التشارت هذا كامل اوكي لكن لو ما جاكي كامل عادي تقدرين انك بس تحطين بلس هنا اوكي طيب قبل ما نخلص وننتهي هذا الشابتر خلينا ناخذ امثله على المانر فيتشرز طبعا جهز لك هنا مثالين
عندك مثال الميت ومثال كمان الليمون. طيب أعطتك مثال الميت وقالت لك شوفي صوت الماء ورتبيه هنا على حسب المانر فيتشرز. طبعا عندك النيزل أول شيء yes it is يعتبر نيزل. هل هو continuous يعني يعتبر الهواء فيه free؟ yes الهواء فيه free، ولكن قلنا إنه النيزلز ما تعتبر continuous. ليش؟ لأنها تنطق مش من الفم، تنطق من الأنف، فبالتالي تعتبر minus. طيب اللارال، اللارال قلنا بس only one sound اللي هو اللا، فبالتالي تعتبر minus. بعد كذا delayed release اللي هي صوتين فقط ال h وال h، فبالتالي هذا يعتبر minus. أوكي طيب نجي الحين نشوف الليمون المثال الآخر. طيب اللا وقالت لك مثلا أوصفي لي اللا. طيب النيزل هل هو نيزل؟ أكيد لا. هل هو continuous؟ yes it is. أوكي نتأكد من الكلام هذا. yes يقول لك إنه الcontinuous هنا من الأصوات التابعة لها اللي هي liquids، والliquids منها اللا والرا. طيب هل هو lateral؟ yes it is. طيب هل هو delayed release؟ أكيد لا. أوكي وهذا بالنسبة للتشابتر.